كابتن عادل الف مبروك، فوز صعب بس ما زي ما قالوا كباتننا الكبار هي دي ماتشات الكاس. واحنا يعني انا هاخد من الكلام الكباتن واقول لك تمام كله، ولكن نزود حته بس اللي هو اصعب شيء على الفرق الكبيره ثلاث حاجات ما ينفعش انه يلعب في الكاس مع الانديه الدرجه الثانيه، دي رقم اثنين، رقم ثلاثه بعد انجاز كبير. طيب ايه صعوبتها؟ اول حاجه برغم الفوارق الفنيه الكبيره بين الفريقين، اول حاجه انت بيبقى استعداد لمباراه، من مباراه لمباراه بيبقى فيها فروقات كبيره قوي. انا هنا بستعد الفرقه فيها نديه الوداد بلعب على الكاس وفيها نديه قويه جدا، وبوقف مفاتيح اللعب عندهم وبشتغل على ازاي اضرب من الناحيه دي كظهير ايمن وظهير ايسر وعد ازاي، ازاي هدافع لما الكره تبقى مش معايا، ازاي انا هعمل ضربه ثابته وهم عندهم مين اللي بيلعب بدماغه كويس الحاجات. اما لما تيجي تلاعب فرقه زي السويس مع احترامي ليها يعني، انت ما بتتفرجش عليها كتير ومش هتجيب لها شرايط كتير، ولو حتى لو جبت لها شرايط مش هت يعني انت بتعمل الفعل بدليل ان كولر النهارده ما بصش على فرقه السويس وهو بيلعب، هو لعب بالطريقه اللي هو عايزها، عشان لو كان بص ما كانش لعب بالثلاثه الدندرات، لانه نص الملعب اكيد هيتاخد الكره منه، هو لعب مباراه نادي درجه ثانيه. دي اللي بتبقى الصعوبه، والصعوبه اللي هي بتلاقيها في الماتشات ديت بتبقى انا مش باكي على حاجه، انت باكي انا لو عملت مفاجاه. يعني النهارده السويس اتغلب من النادي الاهلي 1-0، ده الطبيعي المفروض، ده بيقولوا نتيجه جيده. يعني اتقال نتيجه جيده، ظهور مشرف، ظهور مشرف. فانت عندك انت المشكله، انت اللي بيبقى عندك المشكله. المشكله كمان بتبقى اكيد انت لو عملت نسبه المكاسب الكؤوس في العالم هتلاقي معظم الفرق اللي خدت الكؤوس ممكن يعني نسبتها 80% و20% بيبقوا درجه ثانيه بياخدوا الكؤوس. احسب كده في العالم كله، تلاقي النادي لسه طالع من الدرجه الثانيه فبياخد الكاس النهارده لانه مستعد جامد قوي وشغال جامد قوي، او حتى لو ما خدش بيبقى فيه مفاجات، وبيبقى في البطوله نفسها في مفاجات. اكيد طبعا في مفاجات، علشان كده طول الوقت المباريات دي اللي هي بيتقال عليها ايه، اللي بيتقال عليها مأزق زي ما الكابتن قال، مطب زي ما الكابتن، مطب ومأزق كبير للمدرب، والمدربين ما بيحبوش يلعبوه. انا دايما اقول ايه، لو اديتني ماتش صعب انا اتحفظ، ولو اتغلبت تبقى عندي حاجه اقولها، لكن تديني ماتش سهل مش هعرف ان انا يعني على الاقل لو اتغلبت هقول ايه يعني. فانا عشان كده بقول لك دي المباريات اللي بتبقى صعبه. والحاجه بقى المهمه بقى، تعالى نتكلم على فرقه النادي الاهلي دلوقتي. فرقه النادي الاهلي لما توصل ان هي تاخد بطوله افريقيا او النشوه الفرح اللي في اللعيبه دي كلها، ما هم بشر برضو يعني، الاستعدادات بتقل شويه، بس الحمد لله انه كولر مستوعب حاجه مهمه قوي وعاجبني فيها، ان هو يعني هو ركز في المباراه دي قوي. على فكره لو ما كانش مركز ما كانش لعب الاساسيين، يعني لعب الاساسيين صح، ولكن تركيزه انهي، تركيزه انه ينهي المباراه. أيوة. مش بيفكر للعيبه في الملعب هم ايه، لانه الطبيعي ان انت هتعمل مباراه كويسه كاهلي اعلى من فرقه السويس. انت بتكسب في الاوقات دي انا بعتبرها حاجه كويسه قوي للنادي الاهلي، وبعتبرها ان النادي يعني الأهلي. انت قصدك في كلامك ان هو لو يعني يعرف فرقه السويس كويس ما كانش لعب في البدايه بالشكل ده او بالتشكيل ده؟ اكيد طبعا، اكيد. ليه؟ اي حد هيلعب فرقه بتدافع من اخر 30 متر في التدريب عامه، وانت الفرقه الاكبر وانت الرد الفعل، هم رد الفعل، انت الفعل النادي الاهلي، يبقى لازم تعمل حسابك على ايه، هو بيضيقلك الملعب وانت توسع الملعب، هو يخلي حته السبورت تبقى موجوده الواحد ضد واحد، والتاني اللي بيعمل وراه السبورت هو عايز يخلقها كتير قوي، لا انت عايز تعمل واحد ضد واحد زي حسين الشحات اللي عملها دي، وزي القندوسي لما راح بقى النظره اللي هي الخلفيه اللي هي اللي هو حسين الشحات جيم بالراحه وبعدين ظهر في مكان فاضي فتلعبت له الكره، ده وعي تكتيكي. هو انت عايز تعمل، انت عايز تعمل تكتيكيا تضرب الفرقه تكتيكيا، هو عايز يعمل تكتل طول الوقت، هو ما بيروحش كتير على الجون، بيروح بفرد او اتنين او تلاته لاعب او اتنين او تلاته، انت بتروح بمجموعه هجوميه ومجموعه دفاعيه،
ففي حاجات كتير قوي في الماتشات اللي زي دي لما انت تكسبها وتمشي كويس زي حرس الحدود، مباراه حرس الحدود انت جاي من افريقيا خلاص، ايوه، واخدت البطوله وبطل، فاخدت اخدت الثلاث نقاط المباراه دي، انا بعتبر ان انت عديت الدور الثاني. دي المباريات اللي مش هتتحسب، مش هتحسبها او مش هتذكرها بعد الموسم. انت عملت موسم جيد، خدت بطولات كتير، تمام. لما اجي اذكر في الموسم المباريات هذكر مباريات مين؟ الوداد، الرجاء، الزمالك لما تيجي تكسبه ان شاء الله، الترجي لما عملت مباراه كويسه، كل الحاجات دي لا تتذكر. لكن في حاجات ممكن ما تتذكرش زي ماتش الحرس، زي ماتش مثلا السويس انت كسبان مش هتذكره، ولكن هتتعلم منه حاجة مهمة جدا، ودي كانت مهمة، انك انت ممكن النهاردة تستهتر بفرقة، اكلمك على فرقة تيم كبير زي النادي الاهلي، يكلفك انك انت تقعد تتفرج على ناس بيلعبوا فاينل. لا خلي بالك، انا عايز برضو استضيف في نقطة برضو لازم واحد يتكلم فيها. في فرق من زي ما قال كابتن شيف وكابتن علاء، في فرق بين الاستهتار وبين انك انت حاسس باريحيه شويه ان انت هتكسب في اي وقت، انت ما بتستهترش، بس بتبقى عندك. خلي بالك دي حصلت لنا احنا كمان كتير، يعني بتبقى نازل بعد بطوله كبيره او بعد ما الامور ماشيه بالنسبه لك كويس، بتلعب فرقه اصغر شويه، مع احترامي لجميع الفرق طبعا ومنتخب السويس طبعا، ولكن بتحس بايه؟ انك انت كسبان كسبان، علشان ممكن كده المكسب يتاخر شويه، فعشان كده بتيجي صعوبه الماتشات دي. لا، علشان كده الانديه الكبيره بتعمل حاجه مهمه قوي، المباريات دي بعد المكاسب الكبيره بياخدها الناس عايزه حافز جديد، تأكيد الدوافع، عنده دافع جديد. انا اساسي، انت مش اساسي. انا كسبت بطوله افريقيا وكنت اساسي في البطوله. ايوه، انت محتاج انك انت تثبت انك كويس. اديك بقى مباراه زي دي، انا العب على الامر ده منين كمدرب؟ انا بلعب على الناس الخارجيين. انا ممكن اسند الفرقه عشان التكيف ويبقوا مع بعض والانسجام، اربع خمس لعيبه، ولكن ممكن اغير عندي ما يسمح ان انا اغير باربعه في مباراه زي دي. ليه هم بيعملوا دستورهم بره في الامر ده؟ حارس المرمى بيتغير، صح، لانه حارس المرمى حارس كبير، فبيقسم له المباراه، الدوري ياخده ودوري الابطال ياخده الحارس الاساسي، اما الدوري الكاس ان شاء الله لو وصلوا لدرجه انه يعني اقول لك حاجه، بس بدا المدربين يغيروها، جوارديولا لسه مغيرها كمان، خلي بالك لسه مغيرها، المفترض ما كانش يلعب بالفاينل الجون الاساسي، لعب بالاساسي. فانت في اوقات، هو النهارده مستر كولر عمل ايه؟ لعب بالشناوي. يمكن احنا عشان النادي الاهلي حراسه المرمى عندنا ليها وضع خاص طول العمر، يعني طول العمر عندنا حارس يلعب، يفضل يلعب يلعب لحد ما الحارس الاخر يفضل يلعب يلعب يلعب، دي 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 سياسه. لا بس احنا عندنا كان فتره من فترات كان الكابتن ثابت الله يرحمه وكابتن اكرامي وكابتن احمد شوبير كانوا فتره من فترات بيلعبوا مع بعض. لا الثلاثه، لا كان بص، كابتن ثابت وكابتن اكرامي كانوا بيتبادلوا ماتش وماتش، الكابتن شوبير كابتن خد احمد منهم. شوبير بعد كده اللي خد منهم وفضل بقى هو مكمل، بس بعض الفترات كان بياخد كابتن ثابت معاه كابتن اكرامي بعض المباريات. بص يا كابتن، حارس المرمى في العالم عامل زي الطيار، محتاج طيران كتير ولعب كتير. ايوه، فحارس المرمى لازم يلعب كتير يلعب كتير، ما فيش طول الوقت اطلعك وانزل ده واطلعك وانزل ده. هي اتعملت استثناء في تاريخ النادي الاهلي عشان الكابتن ثابت والكابتن اكرام، عشان الاثنين كانوا عظام، وكانوا الاثنين كانوا في مستوى واحد، حتى الاثنين كانوا اساسي في المنتخب واحتياطي في المنتخب وبيتبادلوها. أيوه، انت فاهمني؟ لكن انت في الوقت الحالي انا بتكلم انه ده انت عاوز تدي لعيب، يعني مثلا في فرق حارس المرمى الاساسي ممكن يبقى ب 80 مليون يورو والاحتياطي ب 60 مليون يورو، زي المان سيتي. المان سيتي انت لو شفت الاثنين حراس هتلاقي السعر قريب من بعض جدا. مزبوط. فانت بتقول ايه؟ ده لازم ياخد وده لازم ياخد. صحيح. بس سنه الدوري عندهم والحياه والحاجات دي كلها انه لازم يلعب الجون الاساسي على طول. بس بديك انا بقى الكاس، حتى لو هخسر الكاس او لا اخسر الكاس ولا اخسر حارس المرمى، فمدارس. لكن انت بدات انك انت عايز تعمل 6-7 بطولات السنه دي ان شاء الله، عايز تعمل انجاز كبير ان شاء الله. ففكره وانا بقول انه مبروك انك انت بتكسب
في الوقت ده. صحيح.